بالنسبة اليوم ينضم إلينا الآن أحمد عزام، محلل الأول لأسواق المال في إيكويتي جروب. أسعد الله أوقاتك أحمد. يعني عم نشهد الآن البيانات الصادرة من الاقتصاد لمنطقة اليورو وأيضا من الاقتصادات الأوروبية، وعم نلاحظ هناك تباطؤ في معدلات النمو التي تم تسجيلها خلال فترة مايو، ولكنها تبقى في نطاق النمو مع بعض الانكماش بالنسبة للقطاع الخدمي في فرنسا، وأيضا بقاء المعدلات هي متباطئة عن المعدلات التي تم تسجيلها خلال الفترة المقبلة. برأيك أحمد، إلى أي مدى هذه الأرقام تؤكد على مسار المركزي الأوروبي أيضا في خطته لاستكمال رفع الفائدة وتقليل الزخم الذي شهدناه على قطاع الخدمي؟ نعم، صباح الخير ساري والطيب. نعم، بالنظر للأرقام الاقتصادية بالنسبة لمنطقة اليورو، بكل تأكيد التصنيع، القطاع التصنيع دخل مرحلة انكماش في الفترة الماضية، مما أدى أيضا إلى تراجع النمو لمدة 5 أرباع متتالية. آخر ربعين قراءات سلبية، بالتالي مرحلة ركود تقنية في منطقة اليورو بشكل عام، بغض النظر طبعا عن الاضطرابات المتواجدة حاليا في فرنسا والتي تضغط بشكل سلبي أيضا في الفترة القادمة على أرقام النمو، أرقام حتى مؤشر مديرية المشتريات التصنيعي والخدمي. عندما نطلع على أرقام مؤشر مديرية المشتريات الخدمي، تراجع مستمر في الفترات الماضية، ليس فقط في الاتحاد الأوروبي ومنطقة أوروبا، لا بل في الاقتصادات العالمية بشكل كامل. الطلب العالمي واحد من الأسباب الأساسية بكل تأكيد اللي تضغط على مؤشر مديرية المشتريات التصنيعي أولا ثم الخدمي بشكل أقل. لكن القراءات السلبية المتتالية بالنسبة لقراءات المؤشر مديرية المشتريات الخدمي، على ما أعتقد مرحلة الانكماش قاب قوسين أو أدنى بالنسبة للمؤشر، ليس فقط في منطقة أوروبا بل بالعالم أجمع، جراء الطلب العالمي المتراجع. مما يأخذنا طبعا إلى إمكانية بنك أوروبا أو قرار بنك أوروبا، على ما أعتقد أن 25 نقطة أساس لا تزال واردة، لا تزال على طاولة كريستين لاغارد. أرقام التضخم ليس فقط في الاتحاد الأوروبي بل في دول أوروبا بشكل منفرد لا تزال مرتفعة بعض الشيء مقارنة بقارنتها الولايات المتحدة الأمريكية، ما يقارب 6% التضخم الهيدلاين او الرئيسي بالنسبه لمنطقه اوروبا. فعلى ما اعتقد قراءات لا تزال مرتفعه، فيما لو نظرنا ايضا حتى لمؤشر مديري المشتريات الاساسي لا تزال ايضا قراءات مرتفعه. فعلى ما اعتقد لن تؤثر بشكل كبير على دور التجديد السياسه النقديه حتى نهايه هذا العام، فمع عمليات رفع اسعار الفائده مره متواجده على طاوله كريستين لاغارد، ولما لا ان نجد ايضا دوره تجديد السياسه النقديه تستمر في منطقه اوروبا والاتحاد الاوروبي تحديدا. اذا دعنا ننتقل من اوروبا الى امريكا هذه المره فيما يتعلق باضابير محضر الاحتياط الفيدرالي اليوم احمد، وانت تعلم ان الاحتياط الفيدرالي ترك الباب مواربا دعنا نقول امام زياده مرتقبه او تجديد للسياسه النقديه، هل سيعزز المحضر هذه التوجهات؟ نعم طيب، على ما أعتقد هو يمكن من أصعب الأسئلة المتواجدة حاليا منذ بداية دورة تجديد السياسة النقدية. بكل تأكيد المحضر سيكشف ما دار في اجتماع الماضي، اجتماع البوزينج أو ما أسماه جيروم باول السكيب، اجتماع التخطي لعمليات رفع أسعار الفائدة. عندما ننظر إلى نبرة جيروم باول في آخر ظهورين له، واحد في الشهادة وواحد في ندوة الاتحاد الأوروبي، على ما أعتقد جيروم باول كما أشرت الطيب ترك الباب موارب لعمليات رفع أسعار الفائدة مرتين، ليس مرة واحدة فقط بل مرتين. لكن الطيب عندما ننظر إلى الأرقام الاقتصادية، على ما أعتقد الشيء الوحيد الذي يدفع أو يدعم عمليات رفع أسعار الفائدة هو مؤشر الإنفاق الاستهلاك الشخصي، لا يزال عند ما يقارب 5%، يعتبر رقم مرتفع جدا. إذا ما نظرنا أيضا لمؤشر المؤشر الأسعار المستهلكين الأساسي أيضا مرتفع 5.3% عند متوسطات مرتفعة، هذا ما يثير قلق الفيدرالي الأمريكي بالنسبة للرقمين. فعلى ما أعتقد المحضر لن يكون هناك جديد، لن يكشف الستار عن عمليات رفع أسعار الفائدة، لا بل الفيدرالي الأمريكي سوف يترك عمليات رفع أسعار الفائدة أو إمكانية التوجه لرفع أسعار الفائدة data dependent، اعتماد على الأرقام الاقتصادية، رقم الوظائف في يوم الجمعة ثم رقم الانفليشن أو رقم التضخم لإمكانية التوجيه بشكل أكبر لعمليات رفع أسعار الفائدة القادمة. نعم أحمد، لكن الملفت أيضا هو قدرة القطاع المصرفي الأمريكي أيضا على اجتياز اختبارات الضغط والتحمل التي شهدناها خلال الفترة الماضية، على الرغم من المطبات التي شهدناها في الفترة المقبلة وتعثر عدد من البنوك. برأيك هذه تعطي إشارة إيجابية أيضا للقطاع المصرفي للنصف الثاني، وأيضا نتائج أعماله كيف ستكون، وأيضا بوادر للاقتصاد الأمريكي أيضا؟
نعم ساري، المستثمرين على ما أعتقد هم جزء من الاقتصاد. توجه في الفترة الماضية لبيع مؤشر البنوك كان مؤشر خطير جدا، مؤشر يدل على الشكوك الضبابية أو عدم اليقين حتى نحو القطاع البنكي. نعم بكل تأكيد الاختبار قد نجح فيها البنوك توجهات بشكل أكبر. جيروم باول كان قد أشار في شهادته أن السيولة كانت أحد المشاكل المتواجدة في الأسواق. مشكلة سيليكون فالي كانت هي مشكلة فردية، مشكلة إدارية، ليست مشكلة دورة تجديد السياسة النقدية، لكن تعطي بعض الانطباع بأن ما حصل في شهر 3 الماضي هو شيء عارض بالنسبة للاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. لكن جانيت يلين على ما أعتقد أيضا قد تركت الباب مفتوح في الفترة الماضية عند اجتماع مع رؤساء التنفيذيين، عندما ذكرت بأن إمكانية الميرج أو الاستحواذ بالبنوك الكبرى على البنوك الصغرى لا يزال وارد. فلذلك على ما أعتقد البنوك الصغيرة ليست بمنأى عن الخطر في الفترة الماضية. أرباح البنوك قد تتأثر بشكل قليل نظرا لزيادة الرأسمالية المطلوبة في الفترة الماضية. يقال أن 20% تحتاج زيادة البنوك الكبرى من رأس مالها في الفترة الماضية، حماية طبعا للقطاع البنكي، القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم أحمد، دعنا ننتقل إلى النفوط هذه المرة في ظل تعزيزات للتخفيضات السعودية الروسية. نتحدث عن تخفيضات إضافية في أغسطس 1,000,000 إلى 500,000 في روسيا و1,000,000 في الرياض. هل انسجمت أسعار النفط في تقديرك مع هذه التخفيضات؟ على ما أعتقد طيب البحث عن الاستقرار السعري من منظمة أوبك أكثر من محاولة دعم الأسعار. بكل تأكيد أن انخفاضات خام غرب تكساس من مستويات 120 إلى مستويات 64 يعتبر رقم مخيف مثير للذعر، لكن لو نظرنا في تلك المرحلة أو الاتجاه الذي حصل كان الدولار الأمريكي قوي جدا. في الفترة الحالية استقرار لتحركات مؤشر الدولار الأمريكي مشي مع الاستقرار لحركة النفط. حركة النفط تحديدا من شهر 5 لحتى الآن تداولات عرضية بين 76 إلى مستويات 64 لخام غرب تكساس، بكل تأكيد يشير إلى عدم اليقين الضبابية بالنسبة لقرارات أو المخاوف بالنسبة للعرض والطلب. المعروض كما يقال بالنسبة لروسيا، فنزويلا، إيران، ثلاثة دول تدعم إمكانية العرض الكبير، العرض غير المتفق عليه بطريقة أو بأخرى أو العرض غير المكشوف عنه. فبالتالي منظمة أوبك على ما أعتقد قد أشارت قبيل اجتماع اليوم في منظمة أوبك تمديد التخفيض الطوعي هي إشارة بالبنان من منظمة أوبك بأنها قادرة على التدخل في الفترة القادمة. لا بل حتى تخفيض الذي حصل إلى لعام 2024 على ما أعتقد هو إشارة واضحة من منظمة أوبك السير نحو محاولة الاستقرار السعري طيب بشكل أكبر من محاولة رفع الأسعار. الاستقرار السعري حاليا في ظل الأزمات الاقتصادية، في ظل التضخم المرتفع وانخفاضه في الفترة الأخيرة، على ما أعتقد مطلب أساسي ليس فقط لمنظمة أوبك لا بل الاقتصاد عالميا، خاصة مع الأرقام الاقتصادية السلبية بالنسبة للدول. أحمد عزام، محلل أول أسواق المال في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان.